فيها والله لها الجمهور الكبير اللي حضر اليوم، واتمنى لهم ان شاء الله تستمر الافراح دائما وابدا. فقرات يعني من بدايتها لنهايتها فيها صعوبه، الله الحمد لله اكرمنا في النهايه، واتمنى ان شاء الله ان نستمر على نفس المنوال الى نهايه الموسم. يعني مهما سوينا جمهور النصر ما راح نفيهم حدهم، يعني امانه يعني في السراء والضراء هم معانا، هذا اقل شيء نقدمه لهم، ونقول لهم ان شاء الله هذه بدايه خير. يعني باقي لنا ان شاء الله بطولتين، ان شاء الله باذن الله بننافس فيها، باذن الله ان شاء الله قدها نجيبها باذن الله. صدقني يعني اي واحد ينزل في الملعب، يعني حتى يمكن لاحظ الكل لاحظ نادي النصر السنه هذه الكل لعب، الكل جاهز، اي واحد يلعب ما عنده مشكله، هذه بحد ذاتها تعطي تنافس، اي واحد يلعب يكون قد المسؤوليه.